اعلم رعاك الله واعلمي بارك الله فيك أن من جد وجد، وليس من سهر كمن رقد، ومن لم تبكي الدنيا عليه لم تضحك الآخرة له. لسان حال المشتاقين إذا اشتغل اللهون عنك بشغلهم، جعلت اشتغالي فيك يا منتهى شغلي. عن كريب أنه سمع أسامة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل مشمر للجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. هنيئا لهم، سمعوا الأوصاف والأخبار فشمروا وصدقوا الأقوال بالأفعال، علموا أن السلعة غالية فقدموا الثمن من الأنفس والأموال، لأن الله اشترى وهم باعوا، والثمن الجنة، وعد صادق وعهد سابق، ومن أصدق من الله قيلا. اسمع خبرا من أخبارهم: قتل يوم بدر حارثة العابد الزاهد الملازم للمساجد، فجاءت أمه أم الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت شاكية باكية، قالت: يا رسول الله أخبرني عن حارثة، أين هو؟ في النار فأبكيه أم في الجنة؟ أم في الجنة فأفرح لما هو فيه؟ قال: يا أم حارثة، أمجنونة أنت؟ أهبلتي؟ إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. قال الله جل في علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال جل في علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لله قوم أخلصوا في حبه فاختصهم ورضي بهم خداما، قوم إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفترون صياما، فسيفرحون بورد حوض محمد، وسيسكنون من الجنان خياما، وسيغنمون عرائسا بعرائس، ويبوؤون من الجنان مكانا، وتقر أعينهم بما أخفي لهم، وسيسمعون من الجليل سلاما. هذا طريقهم فأين السالكون؟ وهذا وصفهم فأين المشمرون؟ كان رجل
من الموالي يقال له صهيب، وكان يكثر قيام الليل والبكاء، فعوثب على ذلك فقال: إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.